ازيكم؟ في دقيقة واحدة عندنا حوالي 7 مشاهير عندهم المشتري كوكب الثروة في برج الحمل. أول واحد جوني ديب، ده ممثل عنده المشتري في برج الحمل في البيت التاسع، والمشتري بيحكم الثامن بيت القروض والديون، ومع ذلك غني على الرغم من القمر تربيع المشتري، وده مش اتصال صعب ولا حاجه، والمشتري ما بيحكمش بيت المال ولا حاجه. اللي بعده براد بيت، برضو ده ممثل المشتري في برج الحمل في البيت الخامس، والمشتري ما بيحكمش بيت المال ولا حاجه، ولا له علاقه ببيت المال، حتى ان زحل والمشتري مش متصلين وزحل بيحكم بيت المال. اللي بعده انجلينا جولي، عندها المشتري في برج الحمل. الوقت بيعدي بسرعه كده ليه؟ المشتري في برج الحمل عند انجلينا جولي برضو، والمشتري ما بيحكمش بيت المال ولا حاجه، ولا متصل مع بيت المال اللي اتصل تسديس مع الشمس. واللي بعده انه واحده مغنيه اسمها ريانا، المشتري ما بيحكمش بيت المال ولا حاجه، ولا يكون موجود في الطالع، ومع ذلك عندها فلوس. اللي بعده ميسي. الوقت مش هيكفي كده. لا طب ما كده انا كده كنت عايز اعمل الفيديو ده شورتس، بس مش مكفي. طب ايش اسوي؟ المعلومات كتير. المهم ميسي عنده المشتري في البيت رقم 11 في برج الحمل، ده اسمه المشتري وده اسمه برج الحمل وده اسمه كده اهو، لو كبرت الصورة دي كده اسمها البيت رقم 11 المكتوب كده بالاحمر اسمه 11. ممكن نكبر القلم كمان كده اهو اهو عشان ما حدش يقول حاجة. اوكي معلش. الله علي، ايه الحلاوة دي؟ طب ما تيجي نجرب كده اهو كده اهو. لا لا مش عايزين ده، احنا عايزين ده. ارجع للدلع ده. اوكي ده المكتوب بال11، ده برج الحمل. لا نكبر الخط شويه طال عمرك كده اهو. يبقى يا اسطى الفرق بقى انه انت فاهم. لا خلينا كده اهو، نرجع كده اهو. نرجع للخط تاني كده اهو، احذف ارجع تاني. ده البيت رقم 11 كده اهو، ده البيت رقم 11، ومع ذلك ده اسمه بيت المجتمع والاصدقاء. يعني ميسي عنده المشتري في البيت رقم 11، فده شيء كويس. اي حد عنده المشتري في البيت رقم 11 ابشر جاك فلوس كتير يا واد، حتى وان كان المريخ هابط في البيت رقم 2، فده برضو ما يمنعش ان ميسي يكون عنده يعني كواكب حلوه. سبحان الله سبحانه. اللي بعده جيف بيزوس عنده المشتري في برج الحمل وينه؟ في الطالع في البيت الاول، مع ان المشتري ما بيحكمش بيت المال ولا لاي علاقه ببيت المال بصراحه. ويعني ممكن نقول كمان عن مشتري الحمل، المشتري تربيع عطارد، وعطارد هنا بيحكم بيت الماء؟ لا، ولا لا عطارد بيحكم بيت الماء. طب المشتري بيحكم البيت التاسع، طب حكم التاسع في الطالع برضه ملوش علاقه ببيت المال ولا له علاقه بالحظ. اللي بعده فيروتشو حلوه دي، فيروتشو لامبورجيني بتاع سيارات لامبورجيني اللي عملها على هيئة الطور علشان ينافس بها فيراري، لا اللي رمزها الحصان، فهو عمل الطور انه اقوى من الحصان حاجة كده يعني اي بتنجان. مع ذلك المشتري هنا ما بيحكمش بيت المال ولا حاجة، حاكم بيت المال هو المريخ. ومتصل اتصال سعيد صح مع حاكم بيت المال، يبقى المشتري كل ما اتصل مع حاكم بيت المال يعمل الفلوس حلوة. دول كانوا 6 خرايط، ما ادري 7 خرايط. اول واحد كان الممثل جوني ديب، اللي بعده براد بيت، اللي بعده انجلينا جولي، اللي بعده ريهانا او ريانا المغنيه تقريبا، وميسي لاعب الكره الارجنتيني المعروف، واللي بعده جيف بيزوس بتاع شركه امازون، مدير شركه امازون اغنى رجل في العالم، واللي بعده فيروتشو لامبورجيني اللي عمل سيارات لامبورجيني اللي على هيئه الطور او رمز الطور عشان ينافس فيراري بتاع الحصان. واللي بعده مفيش، اللي بعده هم كفايه حلوين قوي كده. فضل ونعمه من الرحمن. كان نفسي ان نعمل الفيديو ده انه يكون فيديو شورتس من الفيديوهات الشورتس، بس ما لم تظبطوا معنا. يلا سلام.